يعني الخطاب الديني هو أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة الآن في محاربة العنف والإرهاب، نظرا لأنه الإرهاب بيعتمد على خطاب ديني متطرف وعلى قلب الحقائق الدينية وعلى تفسير أو تأويل بعض النصوص الدينية بشكل خاطئ يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم ويبرر لهم هذه الجرائم التي يرتكبونها. في المقابل يجب أن يكون هناك خطاب معتدل، يعني الفكر يحارب بالفكر والسلاح يحارب بالسلاح. إذا كان البعض بيستغل بعض النصوص لتأويلها بشكل خاطئ، لابد أن يكون هناك بعض آخر يبين الحقائق ويبين الوجه الصحيح لهذه النصوص، وبالتالي مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى بحث الآلية التي بها يتم التفسير ويتم التأويل للنص الشرعي والروافد التي يستقي منها العلماء أو من أي روافد نستقي منها الرأي الصحيح، وبالتالي أعتقد بيكون خطوة مهمة جدا في فضح وكشف ألاعيب الجماعات الإرهابية في استغلال الخطاب الديني بشكل خاطئ، وفي نفس الوقت تقديم خطاب آخر صحيح معتدل لمن يريد أن يرجع إليه أو يجعله مرجعيا. حضرتك شايف مدى فعالية المؤتمر النجاح؟ والله هي خطوة مهمة وخطوة فعالة وخطوة ضرورية، يعني الالتقاء في حد ذاته هو إيجابية نحتاج إليها. التقاء الفنان والأديب والشاعر والمثقف ورجل الدين المسيحي ورجل والعالم الإسلامي والداعية في الأوقاف مع الرياضي أو المسؤول عن الشباب والرياضة، دي كلها بمثابة حلقة اتصال بين كل هذه الرؤى وهذه الأفكار للخروج بميثاق أو بوثيقة وطنية موحدة كل يدلي فيها بدلوه. الخطاب الديني ليس قائم على العلماء الدين وحدهم بقدر ما هو أيضا يحتاج إلى أهل الفن وأهل الدين وأهل الثقافة ليقولوا رأيهم ويدلوا بدلوهم في مثل هذه الأمور، فأنا شايف أنها خطوة مهمة وإيجابية وفعالة إن شاء الله.